واضح انه هيوعى فعلا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان هو من يعني ان هو في سن صغيره بالشكل ده ويجي من امريكا لمصر عشان يشارك في الدوري في مصر، عشان هو حاطط تارجت انه يشارك مع المنتخب، يبقى لا مصر حاضره بقوه جواه. يعني حاجه جميله وعظيمه. طيب احمد، خلينا نتكلم شويه بقى، لان عبد الرحمن تجربته مختلفه، هو في امريكا بيتدرب برضو تدريب اكيد ستايل مختلف تماما، منتاليتي تانية. هنا عندنا نادي الصيد، على فكره انا برضو في نادي الصيد بس ما اعرفش وضع السلاح عندنا ايه هناك والسيف يعني والرياضه عامه. كلمنا اكتر والفكره ان انت وانس ان انت قررت بقى تمارس الرياضه دي بشكل احترافي، ايه كان النواقص، ايه كانت المشاكل، ازاي اتحلت، الدعم اللي انت بتاخده لحد دلوقتي، ايه اللي انت محتاجه كمان بعد كده؟ هو انا قبل كده كنت بتمرن في نادي الصيد، بس الوقت يعني دلوقتي كل تمريني بيبقى في المنتخب طبعا مع الاتحاد. فهو كل التمرين عندنا في المنتخب في الاستاد، عندنا الصاله بتاعتنا بنتمرن كل يوم، عندنا مدربين فيتنس، سلاح، منتل، جهاز فني متكامل، وعندنا كل ده. فبتمرن مع المنتخب وهم موفرين يعني كل حاجه، الادوات، اي حاجه محتاجها عشان ننافس. يعني بتعملوا معسكرات يا احمد؟ معسكرات داخليه ولا خارجيه ولا في الاثنين؟ على حسب البطوله طبعا، بس اغلب البطولات الدوليه هي اللي بيبقى المعسكرات الدوليه. فمثلا يعني انت البطوله الاخيره اللي شاركت فيها فرنسا كان المعسكر الخاص بيها كان فين؟ انا كان معسكر قبليها الاول عشان كان عندي بطوله قبلها في جورجيا، فكنا معسكرين في جورجيا وخلصناها، لعبنا بطوله هناك وبعدين لعبنا بطوله فرنسا. اوكي حلو قوي. طيب انت ايه اللي فاضل بقى ان شاء الله عشان نقول هتتاهل زي عبد الرحمن بشكل رسمي؟ ايه اللي فاضل لك؟ احنا يعتبر خلاص يعني ان شاء الله ضمننا التاهيل، احنا بس ناقص لنا بطوله واحده. فان شاء الله هي دي بس اللي هتضمن لنا التاهيل رسميا، بس احنا حاليا في موقع مؤهل لحد دلوقتي. كم شخص لحد دلوقتي؟ كم بطل؟ احنا بنتاهل بكل فرقه باربعه. اربعه التاهيل بيبقى فرقه اربعه. اوكي طيب عبد الرحمن انت اتاهلت بالفعل، بتجهز نفسك ازاي بقى للمشاركه في باريس 2024؟ واحنا يعني اكيد انت سيد العارفين المجد كله بيكون دايما في الدورات الاولمبيه طبعا اكتر من اي بطوله تانية، فبتستعد لها ازاي؟ احنا طبعا شغالين بنسافر معسكرات ما بين يعني قبل كل بطوله، بس فاحنا الفتره اللي فاتت دي شغالين معظم الشغل التكنيكال، بنشتغل بنتمرن كتير، بس طبعا المنتل دكاتره المنتل موجودين عشان فكره البريشر عشان الاولمبيكس دي ما تكونش موجوده وكل واحد يلعب براحته من غير ما يكون عليه ضغط. دي نقطه على فكره مهمه جدا. يعني هناك انت بتتكلم الستاف ده في امريكا ولا في مصر؟ في مصر. في مصر. دي نقطه مهمه جدا علشان فكره ان انا ازاي افصل اللاعب عن الضغوطات اللي بيتعرض ليها اوريدي، انت اصلا مسافر في ضغط يعني من غير اي حد ما يعمل اي حاجه، فدي مش سهله. برضو كلمنا اكتر ايه الاساليب اللي بتعملوها، حابه ان انا المستوى الشخصي عايز اعرف، لان هي بطوله بتبقى العالم الغلطه فيها انت مش بتزعل نفسك او اهلك، مصر بتزعل يعني، فطبعا بتفرق بشكل كبير. انا اكتر حاجه بحاول افكر فيها عشان الضغط ده ما يجيش عليا ان انا ما كنتش بلعب عشان تفوز مثلا. انا بلعب، انا بكون عايز ان انا انبسط في اللعبه، انبسط وان انا افرح الفرقه اللي ورايا واهلي ومصر كلها. بس فان لما العب بالتفكير ده والمنتاليتي دي ده وقتها بطلع احسن لعبه عندي وبلعب حلو. ان شاء الله تقدر تفرح عيلتك ومصر كلها باذن الله. احنا ما اتكلمناش بقى عن الجانب الشخصي عندكم، يعني انتوا يعني بتدرسوا بتشتغلوا بتعملوا ايه، حياتكم ماشيه ازاي في ظل هذا الكم من المعسكرات والسفريات والبطولات العالميه اللي بتشاركوا فيها؟ فعرفونا اكتر على الجانب ده فيكم. تعالى نبتدي بيك يا احمد. انا في مدرسه في ثالثه ثانوي دلوقتي. طبعا هي ضغط كبير قوي مع الرياضه طبعا. يعني بيخلي اهم حاجه بالنسبه لي التواظب مع الوقت مع التمرين. وعارف تعمل ده؟ يعني الحمد لله لحد دلوقتي عارف اعمله كويس. بس طبعا يعني بيخليني ابذل مجهود دبل تقريبا اللي المفروض اعمله طبعا. بس ما فيش اكسبشن؟ اكيد بيبقى في اكسبشن برضو مع يعني المدرسه، الوزاره ما بتعملش اكسبشن للابطال بتوعنا في الامتحانات في الحاجات دي؟ ولسه الامتحانات لسه في شهر 6 ثانويه عامه، فلسه ما فيش اكسبشن. الحضور يعني
هو المدرسه مع المدرسه بيبقى بظبطها اكتر شويه، ان انا مثلا اروح قليل، بس اكتر حاجه دلوقتي بتبقى اونلاين عشان لو في معسكر او في بطوله فباخد الحصص اونلاين اكتر حاجه. يعني لو ما كانش في اونلاين ما اعتقدش ان انا كنت هعرف. اه بالظبط. انت ناوي تدرس ايه بعد كده؟ عايز تدخل كليه ايه؟ كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس. طيب وعبد الرحمن انت في اي مرحله دلوقتي؟ انا في ثانيه ثانوي بس، فبرضه شغال اونلاين ما بين طبعا تمرينتين في اليوم والمدرسه، فالموضوع مش سهل، بس هو وقت الموضوع كله تايم مانجمنت. بس طالما الحمد لله لو تمام ظبط الدنيا، بس الدنيا وعارف تظبط الدنيا والبيت بتاعتك كويسه وماشي ماشي الحال، الدنيا كلها ماشيه كويس